السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي داتا وعايز أعمل لها تحليل إحصائي، فعندنا أكتر من اختيار. في إن أنا أشتغل ببرنامج اسمه SPSS، وده تبع شركة IBM لكنه غالي، وفي بديل تاني اسمه PSBB بديله برضه الداتا، ولكن الميزة عن هنا إن هو أوبن سورس ومجاني. ده الفاريبل، بتحط هنا الفاريبل، بتحط هنا الداتا، وتبدأ بقى تشوف الجراف وكل حاجة. طيب ان شاء الله هنشرح البرنامج اللي هو البي اس بي بي، لان هو قوي قريب من الاس بي سي اس لكن مجاني. لكن نفترض دلوقتي ان انا عندي ذكاء صناعي، عايز استخدم الذكاء الصناعي. اقول لكم مثلا داتا زي ديت، تمام، انا لغيت الايميلات، اقدر اقول له فايل واقول له داونلود عشان ادخله على الموقع اللي هنوريه لكم دلوقتي. ممكن تسيفه كاكسل، ممكن تسيفه كاس اس سي اس في، او تسيف اي امتداد. الموقع بتاعنا بيقبل كل الحاجات ديت اهو، وسيفه بنفس الاسم، وهاجي على الموقع بتاعي وابص هنا الاقي فيه انواع كتيرة من الداتا هو بيقبلها. طيب هقول له براوس، وممكن تقول له اكزامبل، فهو عنده حاجات جاهزة بحيث لو انت ما عندكش ملف بس حاجة. اول حاجة بهالي قال لي فيرتفاي داتا تايب، يعني اتأكد ان فعلا الايميلات مثلا كاركتر، يعني حروف مش مكتوبة كارقام، تمام. فتقدر لو انت حاجة معمول غلط اختار. طيب لو انا مش عارف اختار فاكتور، يعني هبحددها بعدين. تبدأ تنزل كده، لو في حاجة محتاجة انها تتحول لارقام هتقول له نمرك او انتجر. طيب اقول له دمس، وهنا بقى ميزة ان انت بتقدر تقول له عايز اي حاجه. ممكن مثلا وجد لي التحليل، او الغي لي الصفوف اللي ما فيهاش معلومات. يعني هنا الادوكيشنال ليفل مش موجود، لو في حاجه هنا مش ادوكيشنال ليفل خليها لي مثلا كذا. تقدر تكتبها له بالعربي او بالانجليزي من غير شفر الكود، يعني كان عشان حد يعمل حاجه زي كده لازم يتعلم لغه الار او بايثون، لا دلوقتي عادي. ممكن تقول له مثلا اوجد لي العلاقات بالعربي اهو بين المتغيرات في الجدول. عارف بيعمل ايه؟ بياخد الكلام ده ويروح لشات جي بي تي 4. الموقع ده مجاني، ومع ذلك هو بيسال شات جي بي تي 4 وبيساله بفلوس، يعني الموقع بيدفع فلوس، تخيل. وجزء هنا ممكن تساله اي سؤال حتى لو ملوش علاقه بالجدول، يعني لو انت عندك اي اسئله او استفسارات عايز تسالها لشات جي بي تي 4 ممكن تسالها هنا، هو يبعتها له وبيحاسبه عليها وبيجيب لك هو حاسبه وكلفه كام. هنا مثلا بيقول لي هو التوتال اي بي اي كوست، تكلفه عشان يسال شات جي بي تي 0.047، تمام. هنا بدأ يجيب لي الداتا والريزولت والعلاقات بين المتغيرات وكل حاجة، وبعد كده بيبدأ يجيب لي المعلومات اللي احنا عايزينها. فممكن تسأله اي سؤال. هنا الداتا تايب لو انت عايز تدخل تعدل فيها. هنا الديسكريبشن، هيبدأ يعمل لك الداتا ديسكريبشن. طيب نبدأ بقى في التحليل. اي دي اي هيبدأ بقى يجيب لي الداتا ستراكشر، ويبدأ يجيب لي المعلومات كلها، والداتا سامري موجودة اهيت، السامري هيت اهو، هيبدا ان هو يعرضها لي. مثلا هنا الاسم جاب لي الاسامي هيت، ولو في اسم متكرر، تمام. في مثلا اتنين ما كتبوش الاسم فبدا يكتب لهم اتنين، في مثلا دول كتبوا الاسامي، في اذر، وهكذا. بدا يحلل لي الداتا، لو في اي حد معلومه ناقصه هيقول لي ميسنج، تمام. يعني هنا الايميلات انا لغيتها اساس المعلومات ما حدش يزعل، فقال لي ان في 15 خانه فاضيه، هنا قال لي ان هم زيرو، فبدأ يحلل لي الداتا تكرارها والنسبة بتاعتها وكل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها موجودة هنا بالشكل الظريف دوت. هنا ممكن نقول له احنا عايزين بقى تحليل علاقة مثلا الاسم بباقي المتغيرات. طب الجوب تايتل اهوت، ده بقى يجيبهم لي بالشكل ده. الكاتيجوري ممكن تدخل هنا في الداتا اكسبلورر عشان تفهم العلاقات بينهم هتبقى عامله ازاي، ايه هو الداتا اكسبلورر، فيبدا ان هو يشرحها لك والعلاقات بينهم بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له نمرك، مفيش عندنا اي حاجه نمرك، فده اللي مخلي مفيش اشكال بيانيه كتير تظهر معايا. السي جي بيرز ممكن نختار مثلا جوب تايتل واقول له سبميت، فيبدأ يعمل لنا الجداول بالشكل ده. بيقول لك استنى دقيقة على ما تبدأ تظهر الجداول والعلاقات بين العناصر بالشكل ده.
تخيل ده كله ده مجاني وفي ثواني، ما خدش مني وقت خالص. ده ال variable اللي موجودة تقدر ان انت تلغيهم وتغير فيهم زي ما انت عايز. طيب بعد كده هتيجي على الريبورت، بس في حاجات only the first، او بيقولك اول 20 variable بس هم اللي هيبقوا موجودين. طيب هقول له بعد كده بقى انا عايز مثلا ال company name، اعمل لي الريبورت. تمام، ايرور هو generate، في حصل مشكلة لازم ارجع بقى اشوف ايه المشكلة دي حصلت من ايه، غالبا عشان ممكن يكون عشان الايميلات. تمام، اقدر اسيف الملف اللي هو ADA report، تمام، بحيث ان انا اقدر اخد داتا بعد كده واشتغل بيها. وممكن هنا الريبورت، تمام، سيشن ريبورت تقدر انت تحصل عليه، وتقدر تسيف برضو ال R مارك داون بحيث لو انت عايز تكمل الشغل بتاعك على اي برنامج اخر. تقدر بقى تدوس كده وتبدأ تشوف المعلومات اللي موجودة والداتا بالشكل دوت. هنا بقى بيقول لك لو انت عايز تتفرج على الفيديو، في فيديو هوت يوتيوب هو بيشتغل على جي بي تي 4، وممكن تغيره وتبدأ بقى تشوف الجيت هاب، هم عاملينه اوبن سورس مجاني، فتقدر ان انت تحصل على الكود وتتطور فيه. ودي الحاجات اللي هنشرحها. تمام، بالتوفيق ان شاء الله.